بحب اسمي، بيحسسني إن غالية وصعب الوصول ليه. بيقولوا عليا حلو الرجالة، طبعا بيقولولي إن فيها حاجة إكسترا، كلهم بيقولوا الكلمة دي. بصراحة هم كلهم بيقولوا نفس الكلام، نفس الطريقة، نفس التنهيدة، رقة الصوت وقت النحنحة، وصوت الخشن لما يبقى عايز يعمل دكر. كل واحد فاكر نفسه إنه مختلف، بيقول كلام جديد، لكن في نفس الوقت هو عارف إن عنده حتتين كده بيقولهم لكل بنت وأي بنت. صحيح اللي بيعجبوا بيا كتير وبيشوفوني ست زي ما الكتاب بيقول، أنا مش عارفة أصلاً إيه الكتاب ده، بس المهم أنا حبيت مين وبحب مين. أنا مفيش في حياتي راجل غير اللي قاعد على السرير ورايا ده، هو ده حبيبي وروحي وعقلي وكل حاجة. بغنيله، برقصله، بأكله، بدلعه. مش ممكن يكون في راجل في الدنيا أسعد منه. حازم سيف الدين اسم سينمائي وشكلي كمان. والله هانيا أختي مش عارفة تجيب لي عروسة حلوة وصغيرة. ما أنا كمان بقيت 35 سنة، يعني كبرت. مش كبرت قوي يعني، بس مش عشرينات. العشرينات برضو حاجة تانية، بتدي اطمئنان وأمل للواحد. بس أنا لازم بقى ألاقي عروسة ويبقى عندي أطفال كتير. بصراحة أنا عايز كده قوي. بيقولوا البنات مش لاقيين ارسال. طب هما فين البنات دول؟ يا هاني، صباح الفل يا حبيبتي. اخبار محمد والولاد ايه؟ طب الحمد لله تمام. عروسه جديده ولا ايه؟ مطلقه وكمان مخلفه؟ ايه يا بنت، انت شايفاني معيوب ولا ايه؟ ده أنا جام، ده أنا لولا الهندسة بس كان زماني بقيت نجم سينمائي. لا لا لا، انسي الموضوع ده خالص، انسيه بس زي ما بقولك. يلا بقى روح شوف انت بتعملي ايه عشان عندي شغل. يلا حبيبتي، باي باي. زوم حبيبتي عايزاكي تعملي حاجه مهمه. ايوه حبيبتي، عايزه ايه يا ماما؟ عايزاكي تعملي لي فيسبوك. نعم. الحقي يا ريكو، ماما عايزه تعمل فيسبوك. اه والله العظيم، دخلت عليا المطبخ وانا بعمل الاكل، قالت لي سيبي الاكل وروحي اعملي لي اكاونت. راسها والف سيف ان هي تدخل على الفيسبوك. يا بنتي دي عمرها ما قعدت قدام كمبيوتر اساسا، دي بتخاف مني. هعمل لها ايه؟ المهم ابي تعالي تغدي معانا، انا عامله مكرونه بشاميل. الو، ايوه هن، ايوه حبيبتي. اقول لك ايه، انا بعمل مكرونه سباكيتي بس طلع شكلها عجيب قوي يعني. حطيت كل اللي انت قلتي لي عليه، ملح والبهارات وكل الكلام ده. ايه؟
لا نسيت اسلقها. طب طيب طيب يلا يلا باي. ايوه يا ماما. خير يا حبيبتي؟ ايه يعني ايه مش عارفه تدخلي على الاكونت بتاعك؟ طب بصي يا ماما، الموضوع سهل جدا، انت بس مش متعوده لسه على الفيسبوك. خشي اكتبي اسمك ودوسي عليه بس كده. يعني ايه ازاي تكتبي اسمك وتدوسي عليه؟ طب بصي لما اجي هبقى اشرح لك الموضوع ده. اوكي ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا باي باي يا ماما. سلام، كفايه عليا بقى اللي انا فيه. باي باي. صبرني يا رب صبرني. ايوه علاء يا اخي قبله انت، احنا متفقين على كل حاجه. طيب هخلص مشوار البنك وهاجي لكم على المكتب على طول. يلا مع السلامه. يا صباح الفل يا حمد لله على السلامة. تعالي بظهرك بقى ولم كل شمال وانت داخلة. ضيقة قوي. ولا ضيقة ولا حاجة، اعملي زي ما بقول لك بالظبط يا أنسة. أنسة؟ يلا. ها؟ الله يخليك. لحظة معلش. تعالي. تعالي. ها؟ يلا. يلا. كل شمال بقى، كل شمال. كل شمال. يلا. ها؟ يلا يا أنسة. ها؟ أهو شمال أهو. يلا ورانا ناس. ها؟ عادي. وبعدين بقى في التخلف اللي على الصبح ده. اطلع قدام سنة. يلا يا ستي. يلا. انا لو استنيتها مش هخلص. ده الشغل يا ناس، ده الشغل. عادي سهلة يعني. ايوه يا ماما خلاص سحبت الفلوس وجاية. خلاص يا ماما بقى مش لازم كل شوية تكلميني. صباح الخير يا استاذ حازم. صباح الخير. ايوه الايداع لسه ما تمش، مش عارف ايه سبب التاخير. انا لا مش على الفاضي طبعا، انا عندي حاجات اعملها في البنك. طيب طيب حاجه والنبي ايه ده خبيتين؟ حاجة لله والله نفسي أكل. طب بقول لك إيه، هكلمك تاني. سلام. أجيب لك منين طيب؟ أنا يا لهوي يا سيدي مش خبط الشنطة شنطتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هاتي الشنطة. انت كويس؟ اه تمام الحمد لله. بس برافو عليك بجد ما شاء الله عليك، سريع جدا. ميرسي. شوفي كده شوفي يمكن تكون ناقص فيها حاجه ولا حاجه. لا تمام تمام كل حاجه موجوده. كله تمام. ميرسي ميرسي بجد الحمد لله.
يلا اتفضلي. انت بجد انسان محترم وذوق قوي، فظيع بجد فظيع. يعني انا انت مش عارف اللي عملته معايا ده، بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. انت خليتني اسعد واحده في الدنيا. اصلا انا بكره ان حد ياخد مني حاجه غصب عني. انا مش عارفه اشكرك ازاي بجد. على فكره انا ما عملتش حاجه، اي حد في مكاني كان ممكن يعمل اللي انا عملته ده. لا طبعا بيتهيأ لك، اصلا انا حصل معايا نفس الموقف ده بالظبط من شهر كده، والشنطه اتسرقت مني من العربيه ومحدش عمل حاجه. نفس الموقف هو هو؟ هو. وكانت برضو في بنت جت قالت لي هاتي اي حاجه، وبعدين ايه ده؟ إيه لحظه واحده. في ايه؟ تصدق ان انا شاكه انها ممكن تكون نفس البنت؟ لا اكيد بتهزري. لا والله العظيم هي. اما قصدينك ولا ايه؟ ولا انت طيبه زياده عن اللزوم؟ قصدك تقول ان انا عبيطه صح؟ لا لا ابدا، انا ما اقصدش ان انت عبيطه. على فكره انا ما اقصدش. لا لا عادي، انا المره الجايه عموما هبقى اخلي بالي. ميرسي تعبتك معايا قوي. ميرسي. طب تحبي اوصلك في اي حته؟ لا خلاص مفيش داعي، انا عربيتي مع انا عرسود. عربيتي فين؟ طب اهدي اهدي بس. مش لاقي عربيتي. اهدي، هي نوعها ايه؟ يا منادي. نعم. عربيتي فين؟ انت يا دوبك مشيتي من هنا جه الونش خدها وطار. يعني ايه يعني رفعوه قدامك كده وانت قاعد ساكت؟ يا سلام، ده انت صغيره قوي، ده الحكومه عملناها ايه يعني؟ طب طب ولا على باب الله. اعمل ايه دلوقتي؟ اهدي اهدي بس اهدي بس، انت ممكن تيجي معايا في العربيه تلاقيهم حاطينها قدام هنا ولا هنا؟ لا خلاص انا هتصرف، انا مش عايزه اتعب حضرتك اكتر من كده. معلش ميرسي ميرسي. على فكره انا مهندس واسمي حازم سيف الدين، انت ممكن تثق فيا. اتفضلي تعالي معايا. ربنا يوفقك. في امين هنا اهو، خلينا اساله كده يكون عارف حاجه ولا حاجه. انا اسفه يا باشمهندس على الموقف ده، بس تفتكر هنلاقي العربيه؟ اكيد هنلاقيها، مش مسروقه يعني، ده الونش اللي شال. هروح اساله واجيلك. اوكي. السلام عليكم. يعني كان في عربية كده كانت راكنة كده من فترة كده. أهو بيعدي بيعدي كل قد إيه الوجه؟ شكرا، تحياتي. ايه ده، الله شكلك حلو قوي. ميرسي. اصلا من شويه لما كنا بنجري ورا الحرامي كان يعني شعري. المهم يعني الامين قال لك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، قال لي ان الونش بيعدي كل نص ساعه. انا رايي ان احنا نستناه، انت ايه رايك؟ لا انا كده هبقى بعطل حضرتك قوي. انا ممكن استنى في اي كافيه لغايه ما الونش يجي. طيب تحب اوصلك؟ أوصل.